ننتقل بك إلى التيار ومنها نقرأ حصر استخدام حصائل صادر الذهب في استيراد السلع الاستراتيجية. قيد البنك المركزي استخدامات حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى كما حظر وفق منشور أمس الاستيراد عن طريق الدفع المقدم، واستثنى الأدوية ومواد تغليفها وتعبئتها والمستلزمات الطبية وحصر المنشور استخدام حصائل الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في استيراد السلع الاستراتيجية فقط بطرق الدفع كافة عدا الدفع المقدم، وحدد السلع في الأدوية والمعدات الطبية والمواد البترولية القمح ودقيق القمح، ونص على أن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يفتح لها الغرض لدى المصارف المعتمدة باسم حساب صادر ذهب. يعني المنشورات المتكررة لبنك السودان ألا تربك المشهد؟ لا، المنشورات مطلوبة لتنظيم العمل المصرفي، بالذات المنشور ده من الأهمية بمكان لأنه عالج خطأ جسيم كان بيتم. المنشور تكلم عن عادة الدفع المقدم. طيلة الفترة الماضية كان مصدرين الذهب بيطلبوا منهم أنه يحضروا حصيلة الذهب بالدولار مقدما تودع في حساب البنك بتاعه من هنا تم عبره التصدير، ثم يصدر الذهب بعد ما يجيب الحصيلة أولا 100%. يعني صدر بمليون دولار عليها أن يحضر المليون دولار أولا حتى يقوم بتصدير الذهب. كان المصدر بتاع الذهب بيلجأ للسوق الأسود عشان يشتري المليون دولار عشان يودعها في البنك عشان يقدر يصدر ولاحقا يجيب الحصيلة بتاعته. المسألة دي خلت في ارتفاع كبير في أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه بسبب قرار مسبق كان عن انه الذهب يتم تصديره بالدفع المقدم، شكل عبء كبير على كمية النقد الأجنبي التي يتم تداولها في السودان لأنه دخل مشتري جديد، ما هي كمية محدودة يوميا في السوق الأسود، أنا أتحدث وليس عن السعر الحكومي. الكمية المحددة بتاعت النقد الأجنبي دي دخل عليها مشتري جديد أدى إلى رفع السعر وتضاعفه. الآن القرار ده قرار كويس، هو طلب من المصدرين الذهب إنه يصدروا بأي صيغة بتاعة تصدير دون الدفع المقدم، بالتالي هتقلل الوطأة على استخدام الدولار من السوق. في نقطة مهمة برضو ذكر المنشور إنه حياخد ضمانات منهم 10% من الذهب الذي سيتم تصديره كضمان في البنك المركزي تفتح لدى المصارف لهذا الغرض. نعم، لاحقا يتم إرجاعه بعد إحضار الحصيلة. طيب، يعني ما هي الآلية التي سيتم بها ضبط هذه العملية؟ الآلية المنشور واحد من الآليات اللي حيتم بها ضبط العملية. هناك عدة مناشير ولكن لم تضبط عديد من الإجراءات. يعني. نعم، لكن هذا المنشور تحديدا عالج المسألة بتاعت اضطراره لدخول السوق الأسود، بالتالي حيكون عندهم إمكانية بتاعت 21 يوم يصدروا فيها الذهب بتاعهم ويرجع المقابل. والأمر ليس متعلق بالذهب فقط بل كل السلع التي يتم تصديرها من السودان. المختلف أيضا أنه نحن الآن أصبحت عندنا المحفظة الاقتصادية، أصبحت عندنا بورصة الذهب غيد الإنشاء اللي أعلن عنها، بالتالي حيكون في سهولة في الإجراء. يعني سابقا بس في عجالة ممكن أحكي أنه المصدر كان بيجيب 100 كيلو ذهب يسلمها للمصفى بتاعت المعايير بتاعت الذهب بيطلعوا منها المعادن الأخرى، ثم يؤخذ منها نصيب الحكومة، ثم يتم تسليمها للبنك المركزي، ثم يتم تصديره بعد كده في مطار الخرطوم. كانت الإجراءات الآن أصبحت نافذة واحدة بيتم فيها كل الإجراء بسرعة. الأهم أيضا وجود البورصة بخلي السعر اليومي معروف، ما حيكون في إمكانية بتاعة مزايدة. لكن السلع الأخرى برضو مهم أنه نتحدث عنها وليس غاصر الذهب، دي بالنسبة للمواشي. برضو مصدرين المواشي كانوا بيضطروا أنه يجيبوا حصائل الصادر من السوق الأسود، لا الآن ما حيضطروا أنه يجيبوها من السوق الأسود، اعتماد مستندي والعالم كله مشتغل بالطريقة دي. يعني هناك حديث حول المحروقات والأدوية وهذا ما ذكر داخل المنشور. هذا نعم. المنشور هل من الممكن أن يسهم في حل هذه الأزمة؟ يعني نشاهد في هذا الصباح وبالأمس أزمة كبيرة جدا في المحروقات، صفوف طويلة، وأيضا نعم. على مستوى الأدوية ارتفاع وغلاء طاحن. يعني نعم، ده الجانب الثاني بتاع الاستيراد. نحن كنا الجزء الأول بنتكلم عن التصدير، الآن جانب الاستيراد. المحفظة
الحكومية توفر هي من عائد الذهب والسلع الأخرى التي تصدر الدولار اللي بيجي العملة الحرة اللي هتودع في البنك حيتم استخدامها لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية وغيره زي ما تحدث المنشور. بالتالي حيكون في وفرة لأنه تقدر تتوفر الحصائل بتاعت الصادر تجي. يتحدث برضو عن نقطة مهمة أنه الاستيراد يتم عبر وزارة التجارة والصناعة بعد موافقتها عشان السلع الهامشية الكريمات والحاجات الثانية اللي بيتكلموا عنها ما عندها الأولوية زي ما القمح والمحروقات وغيرها. في نقطة مهمة برضو اتعملت أنه لأول مرة فتح عطاء عالمي لاستيراد محروقات لمدة 6 شهور، ودي النقطة اللي تحدثت عنها أنت يا أستاذ عمار عن مسألة الأزمة الآن اللي احنا شايفينها. والعطاء أخذ إجراءاته كاملة ورسى على إحدى الشركات العالمية لتوفير المحروقات في غضون أيام. ما هذه الشركة؟ المعلومة يعني لم تعلن، لكن العطاء كان مفتوح.